أيها الإخوة، إن في القرآن آية عظيمة لو جعلها المسلم نبراس حياته وجعلها أمام ناظريه لما وجدت مشكلة إلا وفيها حل، ولا وجدت خصومة بين زوجين إلا وكان فيها دفع لها قبل وقوعها. فإن الله عز وجل يقول في آية عظيمة جليلة، يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الآيات أيها الإخوة آيات من تأمل فيها ونظر في معانيها فإنه سيرى عجبا. فإن الله عز وجل قد ختم هذه الآيات بأن وصف ما بين الرجل وبين زوجه أنه ميثاق غليظ، والله عز وجل وصف هذا الميثاق بكونه غليظ، ولم يصف الميثاق الذي أخذ على الأنبياء بذلك. ولذا قال مجاهد بن جبر لما قرأ هذه الآية، قال: جعل الله عز وجل الميثاق بين الرجل وزوجه أعظم من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء. فهذا الميثاق الذي بين الرجل وزوجه ميثاق غليظ، سببه لأن به أبيح هذا الأمر الذي كان محرما قبل ذلك، ولأنه به أي بالميثاق أحل الله عز وجل له ما كان ممنوعا ويؤجر على أمور أخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح الإعلان، أي إعلان النكاح. فهذا الميثاق فرق الله عز وجل به بين السفاح وبين النكاح، وسمي ميثاقا من باب التوثيق، أي أن الله عز وجل وثقه فيشترط فيه ما لا يشترط في غيره. ولذا ذكر العلماء من علماء الفقه أن عقد النكاح يختص بخصائص ليست لغيره من العقود، فعقد النكاح من العقود التي على سبيل الانفراد لا تنعقد إلا باللسان العربي، وغيرها قد ينعقد بالعربية وغيرها. وعقد النكاح لا ينعقد إلا بالتلفظ ولا ينعقد كتابة، كما أن عقد النكاح لا خيار فيه، أعني خيار مجلس، ولا خيار شرط، وإنما هو عقد لازم بات من حين التلفظ به. وعقد النكاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أنه جعله مؤثرا وإن لم يقصد الحكم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذن فهذه الأحكام وغيرها تدلنا على أن عقد النكاح ميثاق غليظ في ابتداء عقده، فإن له خصائص لا توجد لغيره من العقود مطلقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم قد أخذتموهن بأمانة الله، أي بناء على الاستيثاق الذي أوثقكم الله عز وجل إياه. وقد بين الله عز وجل تمام دفع المشاكل وبيان ما تدرأ به الخصومات بين الزوجين في هذه الآية، فقال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فقوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، هذه الكلمة جمعت جوامع الكلم، وكان فيها من الأحكام وما يصلح الله عز وجل به أحوال الناس الشيء العظيم.